في مباراة للنادي الأهلي ضد نادي الزمالك في أهلي مدينة في مقر النادي الأهلي في مدينة نصر، وانتهت المباراة بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك مواليد 2003 بضربات الجزاء الترجيحية. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح. زي ما حضراتكم عارفين احنا دايما بنحاول نجيب لحضراتكم كل ما يحدث داخل النادي الأهلي، فخلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب المباراة يقول لنا ايه الأخبار وآخر الأجواء. يا فاروق، مرحب بك يا كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي للزميل عبد الرحمن ناجي، وتحياتي طبعا لكابتن مصر الكابتن ربيع ياسين. كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وجماهيرنا العظيمه جماهير النادي الاهلي والامه العربيه بخير، رمضان كريم. زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسلام واستعرضت، النهارده كانت مباراه قمه بطوله الجمهوريه للشباب، لقاء الاهلي والزمالك اللي جمع ما بين الفريقين في الاسبوع الخامس او الجوله الخامسه للمرحله النهائيه لدوري الجمهوريه لفرق الشباب. النادي الاهلي طبعا يعني دخل اللقاء وهو يعتلي الصداره برصيد 51 نقطه، بينما نادي الزمالك بيتزيل جدول والترتيب هذه المرحله اللي بتضم 10 فرق. يعني في عجاله بسيطه كده اشرح لحضرتك الامور كانت ماشيه ازاي. الدور الاول او المرحله الاولى كانت 20 اسبوع، ختمها النادي الاهلي متصدرا ب 42 نقطه، ثم تم اختيار او يعني الاول 10 فرق في جدول الترتيب بيصعدوا لمرحله التصفيه النهائيه اللي كان طبعا فيها النادي الاهلي وايضا نادي الزمالك. دي المباراه الخامسه زي ما قلنا في الاسبوع الخامس. النادي الاهلي النهارده يعني فاز على نادي الزمالك بركلات الترجيح، ويستمر النادي الاهلي في صداره جدول الترتيب برصيد 54 نقطه، طبعا بيليه فريق ام في المركز الثاني برصيد 51 نقطه، وتقدر تقول خلاص يعني المنافسه ما بين الاهلي وامبي. يتبقى طبعا اربع مواجهات لفريق النادي الاهلي ان شاء الله من اجل حسم هذه البطوله وايضا الحفاظ على اللقب اللي توج به العام الماضي. عايز اقول لك ان الاجواء هنا كابتن اسلام يعني كان حضور من جانب النادي الاهلي، طبعا موجود الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي، ايضا موجود الكابتن وليد سليمان، محمد شوقي، كابتن بدر رجب، الكابتن احمد ناجي، كان موجود الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن امير توفيق. اهتمام كبير جدا من المسؤولين في النادي الاهلي ومسؤول قطاع الناشئين. على الجانب الاخر من نادي الزمالك كان موجود مستر جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، اللي كان يعني النهارده مجموعه من اللعيبه اللي موجوده من الفريق الاول اللي تعاقد معاهم النادي الزمالك مؤخرا كانوا موجودين في هذه المباراه بيحاول يشوفهم جوزيه جوميز، لكن فريق النادي الاهلي وشباب النادي الاهلي تفوقوا على نادي الزمالك بركلات الترجيح بثمان ضربات مقابل سبع ضربات. انا طبعا بيسعدني ان يكون معايا في هذه الاثناء الكابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني لفريق النادي الاهلي اللي طبعا بنبارك له على هذه المباراه. كابتن احمد برحب بيك، تحيات الكابتن اسلام الشاطر، كابتن عبد الرحمن ناجي، والكابتن ربيع ياسين. مباراه في اجواء رمضانيه، كان مهم جدا ان انا احقق الانتصار النهارده على نادي الزمالك واحافظ على تصدري لبطوله الجمهوريه، مرحله صعبه جدا، خلاص متبقي اربع مباريات. مبروك على الفوز النهارده يا كابتن احمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك طبعا يا فاروق، وتحياتي لكابتن اسلام وضيوفه كابتن ربيع وكابتن عبد الرحمن. الحمد لله طبعا على المكسب النهارده، وقبل المكسب الحقيقه الاداء، الولاد بصراحه عملوا ماتش كويس جدا في ظل الضغط ان الناس كلها بتتفرج وبتتابع، والجهاز الفني بتاع الفريق الاول الزمالك موجود، ومعظم نجوم النادي برضو كابتن سامي موجود بيتابع من الفريق الاول، وكابتن سيد وكابتن وليد وكابتن بدر وكل الناس كانت موجوده بصراحه. الماتش فيه ضغط شويه على الولاد ان كل دول بيتفرجوا واحنا بنلعب، يعني احنا الماتش مهم لينا احنا اكتر منهم. احنا زي ما قلت احنا في المركز الاول الحمد لله، بننافس مع امبي هو المنافس القريب لينا. كل بونت طبعا بنبقى محتاجينه، يعني احنا النهارده كنا نتمنى الحمد لله ان احنا نكسب، بس الحمد لله طبعا اتنين بونت برضو مش وحشين. فرقه النادي في نادي الزمالك فرقه كويسه ومحترمه وعندهم لعيبه كويسه ومدعمين من الفريق الاول. يمكن هم مش محتاجين الماتش قوي، لكن ماتش الاهلي ليه طابع خاص، مدعمين له وعاملين له اهتمام خاص، وزي ما انت شفت كده الناس كلها جايه تتفرج. لكن الحقيقه برضو الولاد عملوا ماتش كويس جدا جدا جدا، وبشكرهم على الاداء وعلى الروح وعلى التركيز اللي هم كانوا فيه، حتى في ضربات الجزاء يعني بان ان في تركيز حتى لاخر ثانيه من الماتش، يعني كله داخل مركز في ضربه الجزاء بتاعته. الحمد لله ربنا كرمنا بالاثنين بونت ونستمر يعني في المنافسه الحمد لله. في ظل الغيابات اللي كانت عندك، انا عارف ان مجموعه كبيره غايبه عنك النهارده في هذه المباراه، لكن نقطه التركيز والحفاظ على التركيز في ركلات الجزاء، وانا عارف انت دايما في كل تمرين بتختم تدريباتك بركلات الجزاء، ركلات الجزاء اعتقد ده كان واضح النهارده في هذه المباراه يا كابتن احمد. طبعا يعني انت عارف شروط المسابقه ان اي ماتش بينتهي بالتعادل بنرجع
ضربات الجزاء واي بونت طبعا احنا محتاجينه، فبنركز جدا في ضربات الجزاء على اساس ان اي ماتش يخلص بالتعادل نكون احنا ان شاء الله ناخد البونت الزياده دوت، والحمد لله ربنا كرمنا فيه النهارده. كابتن احمد، يعني اعتقد اهتمام كبير جدا من الجهاز الفني، كابتن سامي النهارده موجود، اللعيبه كلها محطوطه تحت اعين مستر مارسيل كولر، بنشوف مصطفى ابو الخير واحد من اللعيبه اللي يعني متايده في القائمه الافريقيه، مصطفى مخلوف، اعتقد اللعيبه كلها امام مرأة مسمع مارسيل كولر. يعني هو الفتره الاخيره الحقيقه كل الولاد اللي معانا محطوطين تحت الميكروسكوب من الجهاز الفني للفريق الاول، متابعينهم بشكل كويس جدا، في فترات كتير بيطلعوا يتمرنوا معاهم فوق مجموعه كبيره، اخر فتره برضو طلعوا معسكر معاهم الامارات مجموعه كبيره وشاركوا بصفه مستمره، فكل الولاد بصراحه محطوطين تحت المجر، وهم لعيبه كويسه بصراحه، يعني لعيبه كويسه وخامات كويسه، وان شاء الله نشوفهم في اقرب فرصه في الفريق الاول باذن الله. اشكرك كابتن احمد، وان شاء الله نبارك لك على البطوله في الختام باذن الله، وتحافظ على لقب البطوله باذن الله العام الثاني على التوالي. حبيبي يا رؤى، متشكر وكل سنه وانتم طيبين.